لمير فرحاني أخت شهيد ورئيسة جمعية تعنى بالشهداء اليوم في الذكرى 12 لعيد الثورة، شنو الرسالة اللي حبيتوا تقولوها؟ نحب نأكد اللي احنا 14 جانفي هو عيد الثورة، ما نتمسكين فيه، وقتنا عم ناول وكليت تريحة أمهات الشهداء معناها في العمر هدايا، وأخوات الشهداء معناتها فيهم حتى المعاقين وأبناء الشهداء اللي هم قصر، وحتى عنيفنا معناتها عنف معناها معناتها قوي برشا، وحتى من أنه كع معناتها اعتقال احد اخوه الشهداء من سيدي بوزيد. نحن نحب ناكدوا اللي 14 جانفي هو عيد الثوره واحنا متمسكين به، وقيس سعيد ما عندوش الحق باش انه مجرد قلم يفسخ الذاكره الوطنيه. هذا اليوم هو تفريج تتويج لمسار متاع شهر كامل من الفاليت متاع الجهات المهمشه والمقموعه الكل اللي قامت معناها بالثوره هذه، والشهداء اللي سقطوا في جميع مناطق معناتها البلاد التونسيه، والوقفه اللي صارت 14 جانفي 2011 واللي وقف فيها الشعب التونسي الكل نصرة للشهداء. احنا اليوم نحبوا ناكدوا اللي 14 جانفي هو تاريخ الثوره نتاعنا، واحنا نحبوا نقولوا اللي احنا ضد الانقلاب على الثوره هذه وضد قيس سعيد واللي عمله، بعد قيس سعيد كان من المناصرين معناها واللي اختم بالملف هذايا للوصول معناها للسلطه وللحكم، لكن دون ما وصل للحكم تنكر للعائلات الشهداء وتنكر تضحيات الجرحى اللي كان معناها يتصور معاهم ويتقف معاهم للوصول للسلطه. اليوم كيف معناتها فما محاولات لقبر ودعوات لقبر الثوره هذيا، والدليل اليوم اللي راهو الشعب التونسي الكل معناتها خرج بجميع الفئات نتاعو بجميع الاختلافات نتاعو، ومعناها وصل الشرح في بوتيفه باش يقول اللي هو وفي للشهداء نتاعو، احنا اوفياء لكل معناها تونسي وفي للشهداء نتاعو. وشهيد سهيل الرياحي من رادس، شهيد رادس يوم الذكرى نتاعو انا نترحم عليه ونترحم على الشهداء الكل. ولدك استشهد يوم 14 جانفي؟ 14 قلت لك بعد شويه بيت خزه قضي ثلاثه توفى تضرب. جيت اليوم شنو حبيت تقول يوم 14 في شارع الحبيب بورقيبه؟ الشهداء الكل للذكرى نتاع شهدائنا، ونتمنى لهم ان شاء الله كلهم في الجنه، نترحم عليهم الكل من كل فئه ما يسالش، هما شهداء عند المولى، وان شاء الله إذا حقهم ما خذوهوش في الدنيا ياخذوه عند ربي. هما كلمة نقولها حسبنا الله ونعم الوكيل. بعد أم شهيد شكر السيفي ربي يرحمه، اليوم ترى أنه خذيت حق ولدك وإلا لا؟ حق ولادنا باش ناخذوه، ما دام نحل 14 جانفي وحتى 17، واحنا الرسمي 14 جانفي، كان أنت كنا نحط 14 حتى 17، واحنا ما نحسش ما حسناش به، نحن ما نحسش معناتها نتاعنا احنا 17، احنا ال 14 الحق الحقيقي. كل عام تقعد لنا تاريخ لاولادنا، ونحبوا اسامينا ولادنا وسمعتهم كما حاط نتاع الامن والجيش ورانا تو قدام الداخليه، احنا طالبين. لا ما شحال كلام عائلة شهداء وجرحى تو 13 عام، انت جبت هنتنا، جبت خليتنا، جبت هنتنا، لا ما عملت لهم حتى شيء نتاع 2011، واحنا تو نتاع 14 جانفي كل عام قدرة ربي، واحنا هنا في شارع الحبيب بورقيبه نقولوا 14 جانفي هذيك راه باش تعمل لنا فيها اسامي ولادنا. شرع هيك هو 14 جانفي هو المحاضر، فتنا نحضر المنقاله نحب اسامي ولادنا.